بسم الله، النهارده هناخد مع بعض بقيه دروس الدين للصف الثاني الاعدادي، الانسان والفضاء. اول درس عندنا احنا عارفين ان كوكب الارض اللي احنا عايشين عليه من ضمن المجموعه الشمسيه، من ضمن ملايين الكواكب اللي بتملا الكون، وتسير هذا يسير هذا الكوكب بنظام دقيق. ليه؟ لانه يصدر عن اراده الله. الكوكب بيمشي بنظام دقيق لا يختل ابدا، ما يقدرش ابدا الكوكب يطلع من المدار بتاعه زي ما احنا عارفين. كل ده باراده ربنا، علشان كده النسب بتلاقيها مظبوطه جدا بين البحر واليابس، والنسب مظبوطه برضو في الاكسجين والنيتروجين والهيدروجين وكل الغازات اللي موجوده في الجو. ليه مظبوطه؟ علشان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي خلقها بنظام دقيق. تمام. كمان عندنا صلابه القشره الارضيه، ويعني ازاي هي صلبه، وبعد الارض عن الشمس ومدى سرعتها امام الشمس. كل دي حاجات يعني من بديع خلق سبحانه وتعالى، من بديع خلقه للسماوات والارض. عندنا كمان ان الارض بتدور حول محورها، يبقى الارض بتدور حول محورها وبينتج عنها تتابع الليل والنهار. يبقى لما الارض بتلف حوالين محورها بينتج عنها تتابع الليل والنهار، يعني الليل بيجي بعديه النهار والنهار بيجي بعديه الليل. طيب الارض لما بتلف حوالين الشمس بينتج عنها ايه؟ طبعا انتوا كلكم عارفين، بينتج عنها الفصول الاربعه اللي هي الايه؟ الشتاء والربيع والصيف والايه؟ والخريف. كمان من بديع خلق الله سبحانه وتعالى ان هو خلق لنا الشمس. الشمس هي مصدر للضوء وكمان مصدر الحراره، وتؤثر على حياه الكائنات الحيه. بيقول لك في كمان عندنا علاقه بين الضوء بتاع الشمس ووقت الازهار والاثمار. يعني ايه وقت الازهار؟ الازهار يعني اول ما تطلع النبات يطلع زهره، يبقى هتعرف ان الزهره دي مكانها هيطلع مكانها ثمره. طيب بيقول لك ففي ناس بيفسروا لنا ايه لما بيزرعوا الزرع في غير موعده، بيحصل ايه؟ ان ظهور الاوراق الخضراء بس بدون ايه؟ ثمار. تمام. فعلشان هو زرعه في غير الموعد بتاعه، فلازم يكون يعني مرتبط بايه؟ بكميه الضوء اللي جايه له في وقت ايه؟ في وقت زرعه. تمام. طيب كمان الشمس بتاثر على نشاط الحيوانات. ازاي؟ قال لك في حيوانات بتنشط بالنهار وبتنام بالليل، والعكس، في حيوانات هتلاقيها بتنشط بالليل وتنام بالايه؟ بالنهار. برضو عندنا في تنوع في طول النهار والليل. يعني مثلا هتلاقوا في ايام الشتاء هتلاقوا ايه؟ هتلاقوا ان الليل طويل. تمام. الليل هتلاقيه طويل والنهار قصير. ايام الصيف العكس، هتلاقوا ايه؟ هتلاقوا ان النهار طويل والليل قصير او صغير. تمام. فده تباين واختلاف طبعا برضو من ايه؟ من بديع خلق الله سبحانه وتعالى. طبعا احنا عارفين كمان ربنا سبحانه وتعالى جعل الليل علشان نستريح فيه، وجعل النهار علشان العمل والتماس الرزق والكسب الحلال للناس. تمام. وجعل الليل والنهار يتعاقبان، يجوا ورا بعضهم يعني بدقه واحكام. كل دي من مظاهر رحمه ربنا سبحانه وتعالى بالناس، انه لم يجعل الليل دائما ولا النهار ايه؟ دائما. وفي معلومه حلوه قوي هنا، بيقول لك ان الشمس، طاقه الشمس بتتحول لماده في عمليه التمثيل الضوئي، اللي هو ان هو يمد النباتات بالايه؟ بالضوء، فيديرهم اللي هي العمليه بتاعه البلاستيدات دي الخضراء. لذلك بيقول لك نرى ان النبات يتوزع على سطح الارض تبعا لتوزيع درجه الحراره والبروده والجفاف والرطوبه، وتبعا لتوزيع النور والظلام. بيقول لك فلكل نبات موعد بيزرع فيه، مما يجعل نموه جيد ومحصوله يكون وفير كتير يعني، وكمان بيبعدوا عن الافات. مثلا اذا تاخرت زراعه القطن فانه يتعرض القطن ده للاصابه بدوده اللوز، كما ان تعريض الارض للشمس بعد حرصها له، يعني بعد ما يحرسوها يعملوها بالفاس كده يعرضوها للشمس، ليه تاثير كبير على ان الارض دي تبقى خصبه قبل ما يزرعوا فيها تاني، يبقى زياده خصوبتها ووفره محصولها بعد كده. فقد اثبت العلم ان اختلاف الليل والنهار اللي هو ربنا سبحانه وتعالى عامله ده، وانتظام دورتهما، يعني بيجوا ورا بعض ومنتظمين كده، واختلاف طوليهما، يعني مره يبقى طويل للنهار ومره يبقى قصير، اختلاف الطول بتاعهم ده هو العامل الرئيسي في توزيع النبات على سطح الارض، هو العامل الاساسي ان يبقى عندنا النباتات متوزعه زي ما احنا عارفين. كما اثبت العلم ان زهره النبات لا تكون الا في فتره الاظلام حتى تطلع. تمام. يعني لما النباتات بتظهر بتبدا نموها زي الانسان بالظبط، لما يكون تعبان عشان يلتئم جروحه او عشان يكبر الانسان بينمو وهو نايم. فبيقول لك نفس الشيء في زهره النبات، لا تتكون الا في فتره الظلام، ومن ثم تتوزع انواع النباتات على اطوال الليل والنهار بحسب حاجه كل زهره الى الظلام. واذا اخذنا نباتا يحتاج الى 10 ساعات من الظلام حتى يزهر، وزرعناه في مكان ليله لا يزيد على 8 ساعات، يعني في نباتات بتحتاج عشان تظهر 10 ساعات، فاحنا لو وديناه في مكان تاني ما فيهوش ليل كتير زي مثلا 8 ساعات فانه قد ينبت، ولكن ينبت يعني يطلع نبات، ولكنه لا يزهر، يعني يطلع لك ورق اخضر بس ولا يزهر، ومن ثم ومن هنا يعني لا يصل الى الاثمار، يعني مش هيديك خالص الثمار. تمام. كمان هنا بيقول لك ان حركه المد والجزر اللي هي في البحر وفي البحار يعني والمحيطات بترتبط بالقمر. قال لك من ساعه ما يكون هلال وبعدين بدر وبعدين محاق ثم يعود هلالا مره اخرى. تمام. فكل ده بيؤثر على الايه؟ على حركه المد والجزر، وبالتالي بيأثر على الاحياء المائيه. بيقول لك كمان ان الشمس والقمر دول من عوامل حساب الزمن. الشمس لما تطلع بيبقى فيها وقت محدد انت بتشتغل فيه، هتحدد وقتك، واحنا دلوقتي في عصر السرعه فلازم الوقت يكون من ذهب بالنسبه لك. احنا عصر الذره، عصر الفضاء،
لذلك يجب علينا استغلال الوقت، تنظيم الوقت، توزيع الوقت بتاعك بين عملك وبين الراحه بتاعتك بما لا يرهق الجسم، يعني هترتاح تشتغل بما لا يرهق جسمك ولا يعطل انتاجك. وعدم تاخير عمل اليوم الى الغد، ما تاخرش ابدا عملك، لان تراكم الاعمال يؤدي الى ثقلها والهروب منها، تلاقي ان العمل خلاص انت مش عايز تعمله. وكان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يشتد على العاطلين، اي حد عاطل بيشتد عليه، لان انتوا عارفين هو كان شديد. الذين يضيعون اوقاتهم في غير عمل ينفعهم وينفع الوطن، ويقول لهم بل انكم او انتم المتواكلون. لما كانوا بيقولوا له احنا متوكلين، بيقول لهم ايه؟ لا، انتم متواكلون مش متوكلين، لان هم بيقولوا احنا متوكلين على الله. لان كل شيء مفقود يمكن استرجاعه ما عدا الوقت. اي حاجه ممكن تجيبها، يعني انت لو اي حاجه ضاعت منك هتدور عليها تلاقيها، ما عدا الوقت، لو ضاع مش هتجيبه تاني. فكل يوم ينشق فجره، بيطلع الفجر منه، ينادي مناد: يا ابن ادم، انا خلق جديد، وعلى عمل او على عملك شهيد، فاغتنمني وتزود مني بعمل صالح، فاني لا اعود الى يوم القيامه. يعني انا لو مشيت مش هرجع تاني غير يوم القيامه. استغل الوقت ده، تمام؟ يبقى اللي هو بيتكلم عنها طبعا النهار او الوقت اللي طالع من ساعه الفجر كده، تمام؟ هو على عملك شهيد، تمام؟ يعني اي حاجه هتعملها هيشهد عليها. تزود بعمل صالح، تزود بعلم ينفعك، كل دي، لان لا اعود الى يوم القيامه. لو اول ما يفوت الوقت خلاص هيرجع تاني الى يوم القيامه. معلش ان انا بجري بسرعه بس علشان الفيديو ما يطولش عليكم، عشان عارفه ان احنا ايام امتحانات. طيب الحديث ده يا ريت، يعني بصوا سيبكم من الامتحانات ومن كل حاجه، الحديث ده حلو قوي ليكم، يا ريت كل واحد يعني يعمل بالحديث ده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامه حتى يسال عن اربع. يعني ايه لا تزول قدم عبد يوم القيامه حتى يسال عن اربع؟ يعني لا تتحرك قدم عبد يوم القيامه، يعني مش هتتحرك كده من مكانك الا لما تتسال عن اربع حاجات. اول حاجه عن عمره فيما افناه، عن عمره فيما افناه. يعني ايه افناه؟ يعني فيما انهاه، خلصت عمل عمرك في ايه؟ وعن شبابه فيما ابلاه. ايش معنى الشباب؟ الشباب ده اكتر فتره يعني قويه للانسان. الانسان عمره عامل زي المثلث، بيبدا بيبي كده وبيطلع بيه هرم، بيبقى اقوى حاجه يعني في القمه، بيوصل لقمه صحته في الشباب، وبيبدا ينحدر تاني لحد ما يبقى عجوز، فبيبقى ضعيف في الاول ويطلع للقمه في الشباب وبعدين ينزل تاني. فبكده بيبقى اعلى حاجه الحته اللي فوق دي فين؟ اللي هو شبابه. عشان كده ربنا بيساله على شبابه. وعن شبابه فيما ابلاه، يعني فيما قضاه، اضاف ايه شبابه؟ طبعا علشان كده في ناس بتنحدر باخلاقها في الشباب، فيسالوا عن هذه الفتره، تمام؟ يبقى وعن شبابه فيما ابلاه. وعن ماله من اين اكتسبه؟ يا ترى من حلال ولا من حرام؟ وفيما انفقه؟ طب انت حتى لو انت اخذت مالك الحلال، يا ترى هتنفقه في المصارف بتاعته اللي هي الحلال، ولا وديته لمصارف حرام؟ يبقى عن ماله، من اين اكتسبه؟ من فين انت جبته؟ وفيما انفقه، تمام؟ وعن علمه، لو انت اتعلمت حاجه ماذا عمل فيه؟ يعني ايه عمل فيه ايه؟ يا ترى هو تجبر على الناس بعلمه ده وتكبر، ولا هو نفع الناس بيه؟ تمام؟ يبقى اربع حاجات يوم القيامه ربنا هيسالكم عليه، وخلي بالكم دي مني ليكم شخصيا، انتوا خدوا الحديث ده لحياتكم. عن عمركم فيما افنتوه، عمركم عملتوا فيه ايه؟ لازم تغتنموا كل لحظه، ما تقولوش انا وقتي فاضي، اوعى تقول انا وقتي فاضي، زود بحفظ القران، زود بانك انت تتعلم حاجه مفيده، زود انك انت تتمرن على حاجه. يبقى عن عمره فيما افناه، عن شبابه فيما ابلاه، فيما ايه ابلاه؟ يعني فيما قضاه، يبقى عن الشباب وعن العمر وعن ماله، تمام؟ وعن علمه. يبقى العمر والشباب والمال والايه؟ والعلم، اربع حاجات ربنا هيسالك عليهم، تمام؟ طبعا فيما انفقه، المال فيما انفقه يعني فيما صرفه. يقول لك: فالوقت كالسيف ان لم تقطعه، طبعا انتوا عارفين قطعك. واكبر دليل على قيمه الوقت ان الله سبحانه وتعالى جعل الصلاه لصلاه اوقاتا خمسه في اليوم، وجعل ليها اوقات محدده، ولو انت خلصتها او يعني عدتها بتبقى يعني بتبدا في المحظور، يعني ان انت ايه احب الاعمال الى الله الصلاه على وقتها. فمن الدليل على ان هو ربنا يعني بيفضل ان انت تعمل الحاجه في وقتها، ان انت عايزك تصلي في وقت ايه؟ في وقت الصلاه. وجعل لكل صلاه وقت محدد زي ما قلنا، ومن ضيع هذا الوقت، تمام، ولم يؤدي فيه صلاته كان آثما. يعني ايه آثما؟ كان عليه ذنب، لان الوقت لن يرجع مره اخرى زي ما احنا قلنا. هقسم لكم الفيديوهات علشان تقدروا تاخدوها فيديو فيديو في السريع، تمام؟ بنجاح يا رب وتوفيق، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.